عبد العزيز العامري صانع سروج تقليديه بعمله اقليم خميسه مدينه تيفلت، وشاركت في بزاف المعارض، وهذا المعرض هذا عيطوا لي دابا مشارك فيه صناعه السروج التقليدي من الاول ديالها حتى الاخر ديالها. خويا تغي تعلمتها، والصنعه تعلمتها الوالد ديالي والوالده مساكن غاف العروبيه ما عندهمش مع الصنعه ولا وارثها ابا عن جد، وانما تعلمت الصناعه تعلمتها من الاول ديالها حتى الاخر ديالها. كصاوبة تعلمت فاس، ودابا عندي لاتولي ديالي في مدينة تيفلس، وكنتمنى إن شاء الله أن المسؤولين ديال الصناعة التقليدية ديال العمالة إقليم وخميسات أن يشرفونا، وكنقلدوا هاد البلاد في صناعة السرج التقليدي والداخلة إن شاء الله في المورود الثقافي. السرج أخويا كيتكون من تقريبا واحد 35 طرف ديال الأجزاء، كيتمونطاو عن طريق اليد. السرج من الأول ديالو حتى الأخر ديالو، بحال هاد السفيفة هادي كتضفر باليد هادي. هذه هي صناعة السر التقليدي، هذه دابا كتضفر باليد، هذه كتضفر باليد. السرج كيكون فيه 35 طرف، كنمونطيو عن طريق اليد. دابا الحمد لله مع كان الجائحة ديال كوفيد شوية الأمور ناقصة، وكنتمناو إن شاء الله الخير. السرج كيتقام ما بين 1500 درهم حتى 2000 درهم، وكاين ديال 10000 درهم، كاين ديال 5000 درهم، ولكن الوقت اللي كيتطلب. كاين اللي كيطلب عام ديال الخدمة، كاين اللي كيطلب 6 شهور ديال الخدمة، وأنت خدام فيه. نورة الشاكيري رئيسة تعاونية شاكيري اللحم الزرابي وبإقليم النواصر. الزربية هي كتخدم زربية تقليدية ديال الصوف ديال بني ورين، حنا كنمشيو على زربية عصرية وفي نفس الوقت تقليدية بصوف تقليدية بلدية، والخدمة ديالها يدوية، والثمن ديالها كيبقى دائما في متناول الجميع. تقريبا زربيه ديال 2 متر ونص على متر ونص، زربيه ستوندار كدير 2200 درهم، والثمن ديالها يعني الثمن مناسب. كاين اقبال ديال هذا النوع ديال الزربيه بصراحه، كاين اقبال عليها لانها كتماشى مع جميع الأذواق، يعني تقليدي وفي نفس الوقت عصري. الزربية كاين بحال هاد العبار اللي قلت لك، يعني كتخدم في ما بين 20 يوم حتى شهر في الخدمة ديالها، وكاين الزربية اللي كدير 12 يوم، كاين الزربية اللي كنخدموها في سيمانة، على حسب النوع ديال الزربية، على حسب إلا كانت الزربية ديال العقدة أولا زربية ما فيهاش العقدة ديالها أولا. صراحة كاينة منافسة مع الزربية اللي داخلة يعني من ماشي تقليدية، أما المنافسة في الزربية التقليدية ما بقاتش، ما كايناش وما كاينش الناس اللي كيتعطاو عليها في الخدمة ديالها، لأن الزربية ماشي سهلة باش كتوجد زربية، والناس ما كيتعلموهاش هاد الحرفة، ما كيتعلموهاش بزاف، هاد الحرفة قليلة. وبالنسبة للمعرض هو صراحة مزيان بالنسبة للتنظيم ديالو، بالنسبة للموقع والاستفادة، يعني كنجلبوا ناس جداد ياخذوا من عندنا او اللي يكومونديو من عندنا، ناخذوا من عندهم طلبيات، وهذا الشيء اللي كنستافدوا حنا من المعرض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.